مستشفى المطلع بالنسبة لي أفضل مستشفى أنا شفته. أنا رحت كتير مستشفيات، بيروعوا المرضى، بيجي المدير يلف بين المرضى، بنزل على العيادات، بنزل على قسم الكيماوي، بسأل، بشوف المرضى، بشوف الدكاترة، بتابع. ما يميز مستشفى المطلع، وهذا إشي إحنا بنحكيه بكل فخر، إنه إحنا المكان الوحيد اللي في مركز علاج سرطان متكامل. يعني يوجد لدينا قسم علاج الكيماوي، قسم العلاج الإشعاعي الوحيد في فلسطين اللي بغطي مرضى الضفة الغربية وغزة، عندنا قسم ديكير أو علاج يومي، المرضى ممكن يروحوا ويجوا، وعندنا قسم للمرضى اللي بيحتاجوا للنوم، عندنا قسم عاملين اجتماعيين، وقسم تغذية خاص بمرضى السرطان، وحديثا عندنا قسم العلاج التلطيفي وعلاج الأوجاع. إحنا المركز الوحيد في الوطن اللي بيقدم علاج سرطان متكامل، كيماوي إشعاع جراحة. كان في دكتورة نفسية في مستشفى المطلع تيجي تتابع المرضى، تلف بين قسم الكيماوي لما كنا ناخد كيماوي. علاج السرطان ما بيكون في طريقة واحدة فقط، هو عدة طرق، منها الجراحة، منها العلاج الإشعاعي، منها العلاج الكيماوي. العلاج الإشعاعي، أنا راح كان العلاج الإشعاعي في الأول، اللي هو جزء مهم جدا في علاج سرطان الثدي، ومن سنين طويلة عمل ثورة في علاج سرطان الثدي. شو معنى ثورة؟ معنى أنه العلاج سابقاً في علاج سرطان الثدي كان بيتمثل في عملية إزالة كامل للثدي، وما يترتب عليها من نتائج تجميلية ونتائج نفسية ممكن تأثر على المرأة المعالجة. بينما بعد إدخال علاج الإشعاعي في سرطان الثدي، أصبح من الممكن عمل استئصال جزئي للورم للثدي، أو استئصال الورم فقط من الثدي وإعطاء علاج إشعاعي. العلاج الكيماوي هو أيضاً علاج مكمل. علاج مكمل بخفض نسبة خطر رجوع المرض بشكل كبير، ممكن يصغر المرض، وبالتالي يؤدي إلى عملية جراحية أسهل. بمجرد شعور السيدة أو ملاحظة السيدة أي تغير على الثديين، رجاء تيجي. وكذلك الرجال، في نسبة ضئيلة من الرجال ممكن تصاب بسرطان الثدي، وبالذات اللي في عندهم العوامل الوراثية في العائلة. إذا بنمسك الورم وهو صغير، بتم استئصال الورم بس بدون استئصال الثدي. اليوم عمالنا نستعمل جراحات اللي هي بنعمل الجرح تبعنا في محلات اللي هي ما بتبين، بتكون بعيدة كذا، فست لما تشوف حالها في المراية بتشوف وضع مرتب. وكمان بنستعمل أساليب جراحية اللي هي بنحرك فيها الأنسجة تبعت الثدي، بحيث أنه نعبي محل الكتلة اللي استوصلت. فإحنا عم نحاول نتابع شو في بالعالم، ونكون دائماً up to date، ومنحاول نعطي العلاجات المتوفرة بالعالم لمرضانا. بحكي لكل السيدات إنه يتعالجوا، ما يهملوا بهيك أمور، مش يحكوا أعشابه مش أعشابه، لازم يتابعوا بالمستشفى، ياخذوا العلاج صح زي ما بيحكي الدكتور، يمشوا على الإرشادات، دايماً يخلي نفسياتهم منيحة. يعني أنا كنت أخذ العلاج وأطلع أعيش حياتي عادي، أطلع أجيب أغراضي، أطبخ لبيتي، أعمل شو لازم لبيتي، في مناسبة أروح، ما كنت أنعزل عن الناس. أهمية الكشف المبكر، المراحل المبكرة من سرطان الثدي، نسبة الشفاء منها تفوق 90%، فالمرأة علاجها بيكون في إيدها. المرأة اللي بتنتبه وبتحافظ على الكشف المبكر ممكن تكون فرص نجاتها كثير أكثر من أي مرأة ثانية. في 90% من الحالات بيكون السبب مش سرطاني، في 10% بس بيكون سرطاني، بس هدول 10% ساوي إنه إحنا نضيع وقت عليهم مشان نحاول ننقذ حياتهم ونعالجهم مبكراً والمحافظة على الثدي.